لا، دائما اذا كنت متحكم في الاصابع بطريقه معينه واليسار عكس اللي يبغاه تماما، انت اقرب التحكم في اليسار عكس. بمعنى كان سابقا انك اذا المفروض تلفت الوقوف وبعدين تخفيف، فانا اهدف الاصابع خاف بشيء معين يمينه او يساره، اذا حاول يزيد واكبتي لا تخليه يخفف، اصر يزيد وقف، اصر يزيد يرجع ورا، فعلم انه مو بس ما سويت اللي في بالك، سويت عكس اللي في بالك تماما. لو اصرت قوي تغيير اتجاه راكب الحصان يخاف من شيء معين يمين او يسار يبغى ينحاش عنه عكسه، فانت علم انك من تبدا تنحاش عكسه، اصريت بتوقف، اصريت بنروح للشيء سواء اوجهك له ونروح نشمه او امشيك على جنب باتجاهه. الحصان موجود ذكرت سابقا، ان كان انت عارف انك تتحكم فيه وعارف انه سيفشل في الروغان او الانطلاق، فمالك نيه اصلا انت تبدا توزن، فبس كل شغلك هذا فتلك انت توخر عن الشيء اللي مره خايف منه، ما تتنازل. قدامك سياره او قدامك كرتون، انت عارف المدى يروق مدى ينطلق، لكن لو حاول يروق او لو حاول ينطلق بتوقف تخليه يروح له، فانت تفاديا لتضييع الوقت تحاول توخر عن شيء بنفسك. تعرف انك انت سابقا فتح القاعده يوتسيكيت شرط متحكم فيه. ايهما افضل، تفادي الشيء او استقعادك للشيء؟ مو بس ما تفاديت رحت له، يعني فرض انا هدب وبيني وبين شيء معين خايف منه مترين، لو استمرت قدام عادي، لو وخرت برضه عادي، لكن لو رحت للشيء اقتصد الوقوف. ايهما احسن؟ طبعا تفادي الوقوف، طبعا يروح للشيء، لان هذا ما يبغى الحصان، الحصان هو يشوف الشيء وخايف منه ويهدد، احب لانك تستمر قدام او احب لانك تهرب عن الشيء. انت سويت الشيء اللي ما يحبه، طبعا مو قصدي سويت الشيء اللي ما يحبه، يعني كرهته في شغلك، سويت الشيء اللي ما يحبه على سنه زي الركوب. في البدايه ما يحب الركوب، لكن عرف انك تحكمت فيه بسبب الثقه تبدا يحب الركوب، لكن التحكم كسب الثقه رجوع الخلف جميع الامور المفيده اللي الحصان ما يحبها في البدايه، لكن مع الوقت يحبها ويتقبلها، وعلى الاقل يعني يتقبلها لانه وثق فيك. فكل ما كان الحصان في وضع يبغى شيء فيه غير اللي انت تبغاه، اللي كان اللي صار هو اللي انت تبغاه بالضبط او اقرب له، ماشي صح. اذا تفاديت الموضوع ذا وخليت اللي يصير هو اللي يبغاه او اقرب لما يريد، هذا خطا، مو بخطا فقط لانه حصان غلبك. لما الحصان يتعود انه لما تختلفون يصير اللي يبغاه او اقرب اللي يبغاه، هنا تمشيه تعوى كله كرتون او سياره وراك عنها، بس تبقى لا، قال لك لا ونجح في هذه، لا نجح مباشره او نجح بانه خلاك توخر عن الشيء او ما تتجرأ توديه للشيء. مع الوقت بيقول لك لا في اوضاع اصعب، هنا لا من ماشي قدام بروق عند كرتون، مستقبلا لا من موقف من الفتح بقطع الزفلت فاتح، او لا من موقف من عند الافراس بروح احاول اشبي او ضارب او اكسر الدنيا واكسر نفسي، او لا من موقف قمص بستمر على قمصين تطيح وقف على ذلك. فلا لما كان سابقا كثير تبقى لا، تبدا صغيره تحول مع الوقت كبيره. فاذا علمت الحصان ان اي لا ستواجهها الا بالشكل الصحيح وتنتهي بالمطاف في اعطائك ما تريد، الحصان مع الوقت يتوقف عن قول لا، او لما يقول لا ما يستغرب انك تحكمت فيه. لكن لما الحصان يكون متعود كل ما قال لا ينجح فيما يريد او على الاقل ما تتجرأ انك تتحكم فيه، سيتفاجئ لما تتحكم فيه اذا قال لك لا قويه واضحه.